أعزائي المشاهدين، نعود لمتابعة حوارنا مع ضيوفنا الكرام. دكتور فياض قضاء، سؤالين مباشرات لك من الأخت ماري حتر، واحد من أيضا من الجمهور عبر الفيسبوك. ماري حتر تقول: هل يحق للهيئة القضائية محاسبة السلطة التشريعية على صفقات تمت بعهدها؟ يجوز للهيئة الشريطة إذا كان المجلس منعقد رفع الحصانة، إذا كان المجلس غير منعقد يجوز. طيب، سؤال ثاني: هل يمكن أن تحكم المحكمة ببراءة من تحولونهم الفساد؟ طبعا، يعني المحكمة قرارها هي صاحبة البداية، هي اللي. طيب، الأمر الثاني دكتور فياض: ما مدى استفادتنا، تقديرك لاستفادة الأردن في هالسنتين من الحملة اللي تمت ومن الإجراءات اللي اتخذتوها ومن النجاحات اللي تحققت أو حتى من الإخفاقات؟ يا سيدي، أنا ما بيهمني الانطباعات. أنا أعتقد أنه الآن أصبح الفساد في السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، كثير من الموظفين الآن بيقول لك أنا بتحرى الدقة، أنا خايف أوقع قرار. طبعا هذا كله يأتي من منطلق الحرص على أنه عدم ارتكاب أي مخالفة أو حتى جريمة. ولذلك أعتقد أنه الحملة اللي قامت فيها هيئة مكافحة الفساد أتت ثمارها وأثرها بالسنة اللي فاتت، لأن نحن نتكلم عن صفقات وعن قضايا قديمة، ما بنتكلم عن قضايا جديدة. لم تسجل عندنا قضايا فساد كبرى في الدولة الأردنية في السنة الأخيرة. بنفس الوقت أرجو يعني أنه كمان إحنا الاستثمار بهمه أنه يكون في بيئة لمحاربة الفساد، هذا الاستثمار الجيد. أما الفاسد الذي يأتي باستثمار فاسد، أعتقد أنه ما في مصلحة للاقتصاد الوطني بأنه يأتي. وبعدين إحنا أيضا ننظر إلى الأردن في الجانب الإيجابي، يعني كل من يأتي إلى الأردن يرى بالأردن يعني عمل جيد، عمل في قطاع التعليم العالي موجود، في قطاع المستشفيات الصحة موجود، في السياحة موجود، يا سيدي في الاتصالات، يعني الآن الأردن في قطاع الاتصالات يفوق العديد من الدول الغنية، وترى إنه إحنا بلشوا أطفالنا يشتغلوا على الإنترنت وعلى الفيسبوك، والآن أنت تتلقى هذا الشيء. في بعض الدول الغنية هذه وسائل التكنولوجيا الحديثة مش موجودة. طبعا أنا لا أقول إنه هذا أنا بقول الجانب الإيجابي المشرق للأردن في الجانب الآخر. طيب، وليست دائما هي سوداوية. طيب، دكتور إبراهيم، هل تحقق يعني فعلا الدولة في ظل هذا الربيع الأردني خلينا نسميه من رفع شعار مستمر عند الناس في الحراك الشعبي وغيره من إيجابيات اعتقادك؟ بكل تأكيد. الآن مرة ثانية، أنا بشوف دائما خلط كبير في موضوع الفساد. أنا الآن أكثر ثقة أنه الكثير من المؤسسات استعادت دورها. خلينا بس نرجع شوي، يعني أنا مع أنه الأردن أين وصل في حالته التنموية في بناء تحتية، يجب أن لا ننسى ذلك ويجب أن ننظر حولنا جيدا ونحن نتحدث أيضا عن هذه المؤشرات. لكن القضية المهمة أنه في كثير من حالات الفساد بالمناسبة وقعت خارج حدود الدولة المركزية، خارج حدود يعني القطاع العام التقليدي الذي نشكو من بيروقراطيته وإجراءاته وغيره. الكثير من الحالات والتي حالتها هي فساد القطاع الخاص ربما، هي كانت لا وحتى القطاع الخاص هي كانت على هامش مؤسسات موازية تم تفريخها وولادتها، تحكمها قوانين وتشريعات، هذه عملية الضبط عليها كانت أصعب. يعني إحنا القطاع العام نشكو من بيروقراطيته وكلنا نشكو، ولكن لا يعني بمعنى الآن اللي أنا بدي أتحدث فيه، إذا سألتنا الآن أو قبل سنة أو سنتين، الآن استعادت المؤسسات الدولة المركزية يعني جزء من ولايتها وليس كل ولايتها. وأنا أعتقد أنه الآن التحدي هو إلى جانب تفعيل كل القوانين هو أن تستعيد كافة هذه الولاية، ولا ننسى ترشيقها وأيضا يعني تأهيلها بما يتوافق مع بمعنى متطلبات الحياة العصرية والاقتصاد الحديث والمعاولة وغيره. ولكن الآن معظم حالات الفساد الكبير بالمناسبة لم تقع داخل الدولة المركزية، لم تقع داخل الحكومة التقليدية التي إحنا نعرفها، كلها على هوامش وعلى مؤسسات تم تفريخها والآن نكتشف عبئها الاقتصادي والاجتماعي. يعني أنت تقصد وأيضا الانطباعات الكبيرة المستقلة والهيئات المستقلة والمدن المستقلة والتنموية، كل شيء أخذ صفة الاستقلال للأسف، لما أخذ صفة الاستقلال استقل، ولكن عبه الآن يعود على أنه على فعلا نخر الدولة. طيب، نخر سمعة المؤسسات، وضع في المؤسسات، أفقدنا ثقة المواطن بهذه المؤسسات. طيب، الموجودة ميزانية، أيضا ميزانية ضخمة، ضغط على الميزانية. دكتور فياض، إلى أي مدى تشعر بأنه مجلس النواب السابق المنحل يعني تماهى مع إجراءاتكم سلبا أو إيجابا؟ إلى أي مدى تصنفه بأنه كان محبط أو كان مؤيد لكم بنجاحاتكم وأنتم حولتم قضايا إليه كثيرا؟ سيدي، أعتقد أنه يعني المجلس كان يفترض أن يقوم بعمل أكثر من هيك. يعني فقط إحنا كنا بدنا طلب واحد بسيط وكل الأردنيين بيطلبوه، قانون من أين لك هذا؟
يعني أنا إذا لم أستطع أن أثبت عليك أنه أنت اختلست مبلغ 10 مليون، إذا فجأة شعرت بأنه أنت ثروتك تضخمت، أنا بطلب فقط في هذه الحالة أن تشرع هذا القانون، كان موجود بالأدراج يعني فترة طويلة، لماذا لم يشرع؟ هذا بيريحني أنا كعمل كهيئة مكافحة الفساد، أنت بتفصح عن ثروتك عندما تدخل الوظيفة وبعد أن تغادر الوظيفة وكل سنتين بتفصح، إذا فجأة أنت ضخمت ثروتك وصار عندك 10 مليون، أنا بسألك سؤال واحد، بس بقول لك من وين؟ إذا والله توفى أبوك وتورثت هذا المبلغ صحتين، أنا بقول لك يعني بنعم أو لا، خذلوك النواب ولا؟ أنا بعتقد في هذا الإطار، في الإطار التشريعي أعتقد أنه لا، لم يكونوا موفقين. طيب، أيضا نشير أعزائنا المشاهدين وضيوفنا الكرام إلى رسالة الدكتوراه نوقشت في جامعة مؤتة مؤخرا للباحثة خولة الحسن بعنوان مدركات الفساد لدى الحراك الشعبي في الأردن. العينة للدراسة كانت 821 عينة شارك في من الذين شاركوا بالحراك الشعبي في 12 محافظة، اعتمدت المقاييس الدولية CBI، وكانت 78 من العينة ذكور، متوسط العمر 51 سنة، منهم 19% بلا عمل، 30% من تيار الإصلاح، 16% حزبيين. وكانت اللافت فيها أن المحافظات الثلاثة الأقل إدراكا لمؤشرات الفساد في الدراسة هي الكرك والمفرق والزرقاء، وإن شاء الله بتواصل مع خول الحسن ونستضيفه في حلقات قادمة حول موضوع الفساد. أذهب لضيوفي ومشاهدينا الكرام للملاحظات الواردة عبر سؤالنا، ما هي ملاحظاتك على الفساد في الأردن؟ عمر يقول قائمة على نظريات صحيحة ولكن تفتقر للتطبيق. محمد الحباش، هيئة مكافحة الفساد تقر بوجود فساد لكن من دون وجود فاسدين، إلى أين وصلت تحقيقاتها؟ خالد عكور، ما نريده وبعد إلقاء القبض على الفاسد ومن ثم التأكيد عليه بأنه فاسد وعليه جنحة فساد بأن تقوم هذه الهيئة بإلزامه بأن يسدد ما فسد به من أموال وبعد ذلك الحبس. أحمد الحسامي، خصخصة الموارد الطبيعية وقطاع الاتصالات أيضا فيه فساد إداري، قمة الفساد الإداري. أحمد يقول الفساد موجود في كل شخص الكبير والصغير، لكن هل من رادع لذلك؟ محمد خصامني، الفساد في الأردن محمي وجود كثير من الملفات التي لا يستطيع أحد أن يفتحها، ومي القرآن تقول أنه لا يوجد محاربة حقيقية للفساد والشعب يتحمل نتائج صفقات الخصخصة المشبوهة منذ عام 1999، كان العجز الميزانية 7 مليارات، اليوم وصل إلى 23 مليار. الإعلامي ياسر الزعبي يقول أغلق ملف الفساد ولم يقدم مرتكبيه إلى القضاء، الكازينو والفوسفات وسايبر سيتي جامعة العلوم وأراضي الرمثة. أيضا خالد أو حامد يقول من القائم على الفساد في هذا البلد وكيفية محاسبته القائمين عليه وعلاج هذا الفساد؟ محمود الكفاويين عبر رسالة نصية، هل تعرف هيئة مكافحة الفساد أن الفوسفات تم بيعها لمن بيعت وماذا ستفعل الهيئة لاستردادها؟ بكر عبر رسائل نصية يقول أرجو التكرم بإعلام ماذا فعلوا بالفاسدين الذين ألقي القبض عليهم وأفرج عنهم وهل أصبحوا غير فاسدين؟ مواطن أيضا عبر رسالة نصية يقول الفساد الإداري وعدم احترام القانون أضاع هيبة الدولة. أيضا مواطن آخر يقول الأخ الدكتور فياض الإقضاء، رجاء الحضور إلى سوق الخضار المركزي يوجد فيه فساد وتراه الإداري، ما رأيك بأيهما أخطر، الفساد الإداري أم المالي؟ 88% يقولون الفساد الإداري و12% يقولون الفساد المالي. معكم نصف دقيقة دكتور، هل ترى يعني إمكانية أن نتطور بشكل أفضل؟ سيدي، سيادة القانون هي المفتاح وهي المدخل، يعني بمعنى أنه هناك قوانين، وجزء من هذه الحلقة وجزء من العمل هو أن نرفع مستوى الوعي فيما يخص موضوع الفساد وكيفية محاربته، وتسهيل عمليا قضية رفع أو تحريك القضايا التي عليها أدلة. لكن مرة أخرى، موضوع الفساد الآن في الأردن بات أصعب من ذي قبل، والآن الوعي الجماهيري ووعي الناس وإدراكهم تشكل بشكل كبير، بحيث أنه شكرا ممكن يلعون للتفاق. أنا أعتقد يعني كما جاء في كتاب التكليف السامي، تعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية، يعني أن يكون هناك واضح يعني أي عطاء يعلن مثلا، لماذا لا يعلن من المناقصين وعلى من أحيل العطاء ويعلن على موقع إلكتروني حتى أعرف لمين أنا وأعرف من مالكين الشركة؟ عندما نتعين بالوظائف العليا بالدولة خلينا نعرف الأشخاص اللي تقدموا، من الأشخاص الذي تقدموا ليشغل أمين عام، ما هي مؤهلاتهم، ولذا ما اختير فلان وليس فلان. هذه الشفافية والنزاهة والمنظومة اللي تكلم فيها أخيرا سيدنا في هذا الكتاب وأكد عليها أكثر من مرة، أعتقد إذا فعلت ستكون وقاية من الفساد. يعني نحن نستبق الأمور ولا نقف عند حالة أن ألقيت القبض على شخص وأحلت إلى المدعي العام والمحكمة، أنت تتكلم عن مرحلة سابقة للفساد وهذه مهم جدا. ويتعزز أيضا نظرة المواطن، الإخوان اللي بتكلموا واللي قابلتوهم بيكون في هناك تقدير واحترام لمؤسسات الدولة. في هذه الحالة أعتقد أنه إحنا بنوصل، واللي تفضل فيه بالنتيجة هي تصب في سيادة القانون، يعني أن يعرف المواطن بأن هذا القانون يجب أن يحترم
صدر عن مجلس النواب يجب أن يحترم، ولا تفرقة بين فلان أو فلان. أي إنسان بيعرف أنه إذا صفيت سيارتك في مكان ممنوع بدك تتخالف. ما هو أحسن ما بتخاف تنسرق إذا ما كنت عارف وين. طيب دكتور فياض القضاء، عضو هيئة مكافحة الفساد، الباحث والخبير الاقتصادي إبراهيم سيف، شكرا لكم ضيفي الكريمين على تفضلكم بالحضور والمناقشة. أشكر أعزائي المشاهدين الذين قدموا مداخلات وأسئلة، وأيضا الذين تم استطلاعهم والذين أرسلوا بأسئلتهم ورسائلهم النصية. حتى نلتقي مساء غدا، هذه تحية واستودعكم الله.